تعاون معنا في إعداد هذا التقرير. شو رأيكم تشوفه ومثل لنا عودة إن شاء الله. نتابع معكم تقريرنا عن جولتنا السياحية مع محمد الخطيب في إمارات رأس الخيمة. نشاهد معكم مشاهدينا. مشاهدينا نحن موجودين في رأس الخيمة، أجواء جميلة جدا مع زملاء الإعلاميين. أول شيء محمد الخطيب حياك الله ويانا، وحامد بن كرم يا هلا وسهلا. شو الجو اليوم؟ والله اليوم جو جميل في رأس الخيمة، وتقريرنا اليوم بيكون مختلف. كيف يكون تقريرنا أمل؟ اليوم طبعا انتم مستغربين شوي ان محمد الخطيب معي انا وحامد في هذه الجوله، ولكن نحن قررنا نسوي تقرير عن السياحه بشكل عام في راس الخيمه. فهذه السياحه طلبت منا روح المنافسه، منو بنافس؟ المراسل الاول والمتميز محمد الخطيب. بنشوف بيغلبني انا وحامد ولا هو بيتميز. طبعا هم اختاروا جوله في المناطق الاثريه اعتقد، لا تغشش لا تغشش. واحنا المناطق السياحيه انزين صح؟ الفنادق والمنتجعات. نعم نشوف، هم يقولون بيغلبون وانا اقول يمكن ان شاء الله اني انا يعني تقريبا شبه متاكد. والله شوف اثنين مقابل واحد نشوف عاد. انزين بس انا لا بس هو يساوي اثنين ما عليه. انا اتمنى لكم رحله موفقه على المتحف في هالحر. لا الجو حلو. بوديكم الايسلاند وبوديكم شوي فنادق ومنتجعات وان شاء الله بتستانسون ان شاء الله. يلا حبيبي روح برد على قلبك ونحن بنصير شغلنا. يلا يعطيك العافيه مع السلامه. طبعا احنا الحين في الاستقبال في حديقه ايسلاند المائيه، تعتبر حديقه ايسلاند اكبر حديقه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حديقه مائيه طبعا. في اشتراك 750 درهم في السنه، ايضا يشمل خزانه الملابس، وبعد في خصومات على الاكل، يعني شيء جميل جدا. عندكم ليله السيدات بس يوم الجمعه من الساعه 8 للساعه 12، يعني هذا عرض جدا جميل. بنروح تذاكر، الحقونا على التذاكر. كان جميل جدا ما يتعوض، يعني خاصة في هالحر الواحد يحتاج يعني ياخذ له حمام ماي بارد في في الايسلاند. ويعني خليني اكون صريح وياكم بعد، يعني صدق قلبي يتألم على حامد وامل مساكن. متحف رأس الخيمة الوطني هي طبعا هذا المبنى كان سنة الحكم عبر مئات السنين لحكم القواسم في هذه المنطقة، وفيها الكثير من الأقسام اللي تشرح حياة المواطنين في رأس الخيمة، كيف كانوا يتوجهون وكيف كانت رحلاتهم من وإلى الساحل وإلى البر في طبعا الصيف والشتاء. طبعا حامد راح ناخذ انا وانت جوله في متحف راس الخيمه، وانتم مشاهدينا الاعزاء ادعوكم لزياره متحف راس الخيمه الوطني. بتستمتعون في هذه الزياره، راح تعرفون الكثير من المعلومات التاريخيه من خلال مشاهدتكم للصور والاشياء الموجوده في المتحف. حياكم الله في هذه الجوله وزوروا متحف راس الخيمه. نروح يلا تفضل. الحين وصلنا فندق روكسس باب البحر في إمارة رأس الخيمة. طبعا عندنا جولة في داخل الفندق عشان نعرف أجمل الأشياء اللي ممكن نزورها. يلا
طبعا فندق لكسوس باب البحر في إمارات رأس الخيمة في 655 حجرة نوم مختلفة الأحجام والأشكال والتجهيزات، وبعد في 14 مطعم عالمي يناسب كل الأذواق. طبعا أيضا فندق لكسوس من أجمل الأشياء في أنك لما تحجز الغرفة يعطونك الإفطار والغداء والعشاء شامل سعر الغرفة. بناخذ جولة بنشوف أجمل الأشياء، وأتمنى يعجبكم الفندق. فندق ركسوس باب البحر في راس الخيمة بنزور بعد فندق ثاني اسمه المرجان ايرلند، يقولون وايد روعة. بنشوف زي هذا فايز من ينزل تحت، معناته انه يعني حان وقت شرب الشاي. ليش؟ لانه يتخمر، يبغي له تقريبا 1 منت. لا اوكي انت عندك مخلص. وصلنا الى مسجد الشيخ سالم بن محمد القاسمي، حيث يعد هذا المسجد من أهم وأعرق وأقدم المساجد الموجودة في الإمارة. طبعا الحين آخر فندق في جولتنا في إمارة رأس الخيمة، جولتنا السياحية طبعا، فندق دبل ثري آيلاند. متأكد بعد ما نشوف هذا الفندق وجمالياته متأكد بتختاروني أنا، ما بتختارون حامد وأمل صح؟ بعد الجولة السياحية في عدد من فنادق إمارة رأس الخيمة وزيارتنا لإيسلاند الحديقة المائية الجميلة، بصراحة أعتقد خلاص تعبنا وحان وقت الراحة، ونقولكم مع السلامة. السلامة. مشاهدينا وصلنا معكم لختام جولتنا في إمارة رأس الخيمة وفي مركز رأس الخيمة، وبالتحديد في المناطق الأثرية. نحن وصلنا لمنطقة شمل. نعم. وين بالتحديد؟ وأمام قصر الزبة. طبعا هذا القصر كان من أهم القصور الموجودة في فترات من الزمن الماضي، بالتحديد ما عرفنا الرقم بالضبط لأنه قديم جدا. فمن هذه المنطقة ومن هذا المكان ختمنا الجولة، وبنرجع أنا وأمل اللي بن إن شاء الله، بس نخلي المصورين والستاف موجودين هنا. طبعا انا رجيت اليبل ووصلت تقريبا في ربع ساعة، ولكن امل ما قدرت لنا. ليش؟ أسباب شخصية حامد يعني. زين. كانت جولة حلوة الصراحة يعني، بس نحن وصلنا لليبل اليوم منطقته والشمس طاحت، فأنا قلت ليش أتعب عمري أسير فوق وما بنصور. بس جولتي كانت أحسن يعني شوي. أكيد. مكيف وفنادق وشاي وبحر وماي وبرد. قلنا في الصيف يعني نشجع الناس إنه يطلعون، صدق يعني بلادنا جميلة جدا، وفعلا الواحد يعني الحر يعني خفيف، لكن نقدر أن يعني نتجول في المناطق السياحية هاي، في الفنادق، في المنتجعات، عندكم في الحدائق المائية جدا جميلة صراحة. نعم. ما بلا فراس خيمة، كل مكان بعد. صح طبعا. أكيد محمد. طبعا سؤال الحلقة نحن استخرجناه من هذا التقرير ومتعلق
جولتك انت. تمام، السؤال بس اي كاميرات طالع؟ ما عندي يعني. كاميرا وين كاميرات محمد؟ في وجهي هاي؟ اوكي تمام. احنا زرنا في هاي الجوله يعني عدد الفنادق بنسال اللي زرناهم في الجوله اللي انا اخذتها في المناطق السياحيه براس خيمه. زرنا فندق ولا اثنين ولا ثلاثه؟ ان شاء الله الثالثة ثابتة يا محمد. زين خبرنا كيف كانت جولتك في ايسلند؟ ايسلند حديقة صراحة أنا يعني استغربت من المعلومة أن فعلا طلعت أكبر حديقة مائية.